وطني وطني بقلبي شعلة وقادة زادت ضياء فوق كل ضيائي. وطن إلى العلياء هذا شأنه، بنشيده مجد إلى العلياء. حن الفؤاد فهاجني استعبار، وحد الحداة ومالت الأكوار، فهتفت عوجا للديار ففي الحشا وجد ترق لفرطه الأحجار. وفيه يطيب لي أن أعبر عن فخر واعتزاز أسرة التعليم في محافظة القطيف بهذه البلاد الغالية بقيادتها الحكيمة ومكانتها الرفيعة ودورها المؤثر وإنجازاتها اللامتناهية في مختلف المجالات وبرؤيتها التي تبعث الطمأنينة لمستقبل واعد بالنمو والازدهار. المملكة هي لنا دار. بهذه المناسبة الغالية على الشعب السعودي جميعاً نرفع أسماء آيات التهاني لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، وإلى كافة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية. حقيقة أننا نسعد في هذه المناسبة الغالية باستذكار ما بذل من الأجداد لترسية هذا الوطن العظيم، التضحيات الكبرى التي بذلوها لتأسيس هذا الكيان الذي نفخر ونفاخر به وبنهضته على مستوى العالم. حفظ الله هذه البلاد الطاهرة لتكون دائما وأبدا منارة تهفو لها القلوب على أرجاء المعمورة. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين بقيادة هذه البلاد الطاهرة ولي عهد الأمين. كل عام والشعب السعودي بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.